ابو علي، متى يتم الاعلان عن صفقه امام عاشور للنادي الاهلي؟ هو يمكن وانا يعني كنت جاي في الطريق للبرنامج او قبليها بشويه كده جالي خبر ان امام اوريدي موجود في النادي الاهلي وبيتصور. جلسه تصوير. وكان موجود، واللي عرفته انه في خلال يعني ساعات حسب ما اتقال لي، والساعات دي ممكن يبقى بكره، ممكن يبقى بعده في ال 24 يعملوا الايديت بس على الصور. بالظبط، الناس هتشتغل بعد الصور ويقعدوا يجهزوا البروم او الفيلم او الحاجات التقديمه اللي الاهلي بيقدم بيها اللعيبه. يعني كده امام عاشور 100% في الاهلي خلاص. بص يا كريم، 90%، عشان في ناس بتقول لك مثلا يمكن كانوا بيقالوا ان الزمالك هيخش في على الخط دلوقتي، ممكن يلحق يعني. انا في شغل بعيت النادي الاهلي، بغطي الاهلي بقالي حوالي 11 سنه او 12 سنه، في حاجات كده محطات وقفت عنها كنت سعيد جدا بيها، منها خبر مثلا تعاقد الاهلي مع بيرسي تاو، وناس ساعتها هجمتني وقالت الاهلي هيجيب لعيب كان في برايتون الانجليزي وما لعبش وازاي ومش عارف ايه. وخبر امام عاشور، خبر امام عاشور من اول يوم طلعت قلت امام عاشور وقع للنادي الاهلي. ناس كتيره طبعا اتكلمت في القصه، وكان معايا الداتا ويمكن قلته عندي على وانا هبقى امين معاك اليوتيوب. انا لما شفته على اليوتيوب بتاعك قلت يا ابو علي مش اوفر شويه؟ صح. طب قول مفاوضات ده مصر. حقيقي فعلا محمد من اول الناس اتكلمت مثلا ان هو مش عارف ايه، بس بصراحه ابو علي في الاخر طلع هو اللي انفرض بالقصه من اول خالص. بصراحه كلنا اشتغلنا على قصه امام عاشور، كلنا احنا وزمايلنا كلنا، بس هو ابو علي خبطها كده على طول، يعني ده رسمي على طول. انا جالي ممكن تقول يا كريم فعلا في تفاوض، ممكن تقول انا الاهلي عايز كله. بص كلنا، لكن هو فعلا ورجع وموضوع الاصابه وخد حاجته كلها ومش راجع، كل الناس قاعده تقول ان هو هيرجع الاهلي. ناس كتيره قالت الكلام ده فعلا، لكن انت تتكلم ان امام حصل جلسه وفلان 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 كانوا موجودين ووقع اللاعب، والجلسه دي كانت في منزل حماه في المهندسين في الشقه كذا، الدوبلكس اللي فيها كذا، وحصل كذا. وقلت ساعتها ان حتى اخوه اتصل، اخو امام اتصل بيه وقال له هتلعب في الاهلي مش هخش لك بيت، والناس اتفاجئت بالتفاصيل دي. كنت ببقى قاعد مع يعني ناس اخوه قال له كده؟ دي حقيقه. قال له لو لعبت في الاهلي انا مش هكلمك مش هخش لك بيت، ووالده اتصل بيه قال له مصلحه اخوك ويعني واللي شايفه او اخوك مصلحته فين، احنا كلنا نقف معاه. وايد امام في موقفه، خاصه ان انا عرفت كمان امام اول ما رجع اتكلم مع مسؤولي الزمالك وقالوا له خلص نفسك مع ميتلاند، ده رقم كبير واحنا يعني نفكر ان انت تبقى موجود. طيب فساعتها اتقال كلام كتير جدا، لحد دلوقتي بيتقال كلام. انا ببقى قاعد مع ناس او مع ناس قريبه من امام او مع ناس مقربين جدا من اللاعب، وبسمع كلامه وبشوف كلام بيتقال في الميديا او في السوشيال ميديا، ببقى مستغرب جدا، بالذات لما يبقى من اسماء كبيره او من ناس المفروض ان هم شكور. كله بيحاول يجتهد، بس المهم ان انت زي ما انت قلت كده تجيب المعلومه من مصدرها، ده اهم شيء. بالظبط. في حاجه خاصه بامام. في جلسه تابت اول ما امام رجع كانت بحضور شيكابالا، واللاعب بلغ المسؤولين، وكان شيكابالا موجود في الجلسه دي، وبلغ المسؤولين في نادي الزمالك بشكل رسمي ان انا عايز ارجع، وقال لهم كمان انا هتنازل عن كل مستحقاتي هناك في ميتلاند، وعندي رغبه ان انا عايز اجي نادي الزمالك. وكلم شيكابالا، وشيكابالا كان موجود، وشيكابالا وصل كمان الكلام ودعم موقف اللعيب. على مدار 3 شهور محدش اتحرك، محدش كلم الناس في الدنمارك. فانا يعني مش هنضحك على الناس يا جماعه، امام عاشور ان هو يتم وصفه بالخاين واللاعب باع الزمالك، اللاعب جه ظلم في دي وطلب من المسؤولين في نادي الزمالك ان انا عايز ارجع، فبعد اذنكم رجعوني تمام، وانا هتنزل كمان عن مستحقاتي. فتقال له هو خلص نفسك. فانا مش فاهم يعني يخلص نفسه، يعني امام يروح يركب الطياره يتفاوض مع ميتلاند يقول لهم يلا نفسخ العقد مثلا، او يلا اتفاوض مع نادي الزمالك عشان ادفع الفلوس. للاسف يا كريم دي حقيقه، مع كامل احترام لكل الناس الموجوده في نادي الزمالك، مفيش اداره كوره في نادي الزمالك دلوقتي، اداره ملف الكوره في نادي الزمالك سيئه جدا. انت مش قادر اصلا تجدد لسيف فاروق جعفر يوسف اسامه نبيه اللي برضك تم وصفه من اللعيبه خاينه، رغم ان اللعيبه استنت لحد اخر لحظه ومحدش كلمها في تجديد، فكل لاعب بيأمن مستقبله.